حزب جبهة القوى الاشتراكية على افتتاح أشغال تنصيب الهيئة الإدارية لفيدرالية الجزائر العاصمة، حيث أكد الأمين العام الأمين الوطني للحزب يوسف وشيش أن الجبهة وفرت كل الشروط لإنجاحه، وذلك لعدة اعتبارات تماشيا مع التحولات السياسية. التغطية لياسمين بوعزوري. كما أسلفت القول، فلقد أولينا لهذا الاستحقاق الداخلي الذي نحن بصدد افتتاحه اليوم أهمية بالغة، بل وفرنا كل الشروط لإنجاحه، وذلك لعدة اعتبارات. ليس فقط لأن فيدرالية الجزائر العاصمة هي الحاضنة لمقرنا الوطني ودورات مجلسنا الوطني ومختلف أنشطتنا المركزية وندواتنا الوطنية التي تستدعي تجند مناضلينا عامة ومناضلي الجزائر العاصمة بصفة خاصة، بل وكذلك لما تلعبه عواصم الدول من أدوار في التحولات السياسية التاريخية لمسارات الأمم والشعوب.